قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي. فقبل أن ترفع يديك ثق أن الله قادر على كل شيء تطلبه منه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني، أكثر من مدح الله والثناء عليه وكثرة حمده جل وعلا ووصفه تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله عليه الصلاة والسلام، فأثني على الله كل الحق كل الحمد كل الثناء، فالله أحب من مدح، ولا أحد أحب إليه ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك حمد نفسه. ثم ألح على ربك في الدعاء، اسأل الله من خير الدنيا والآخرة، اختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بقي كما قلنا إلى الغروب بضع ساعات، فالإنسان قد يصيبه نوع من الفتور، ادعو أحيانا وسبح أحيانا واسترح أحيانا ثم عد، غير مكانك، اخرج خارج المخيم، قف واقفا، ادعو، عد إلى مكانك، ما بينكم من مزاح ينقطع علاقته بك، ينقطع علاقتكم مع بعضكم البعض في المزاح، لا قليل ولا كثير، ولا يحاول منكم أحد أن ينقص على أخيه بشيء يخرجه من روحانيته وعالمه الذي هو في قرب من الله إلى ملذات الدنيا، وأبشر هذا إلى أيام التشريق في الخير. أما الآن في هذا الموقف العظيم، لا يحملن أحدكم هم إلا ذنبا يغفره الله، والله جل وعلا له عتقاء في هذا اليوم العظيم، يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويقبلهم جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أظهروا لله أنكم عبيد له، يأمركم بأمره ويفعل بكم ما يشاء، أظهروا لله الافتقار، هذا كله يعينكم على طاعة الله.